إذا نصل إلى الفقرة الرابعة في درس الاتصال، واللي هي فقرة مهمة جدا. كنتكلم هنا على فقرة الدالة العكسية لدالة متصلة ورتيبة قطعا، لا فونكسيون ريسيبروك دون فونكسيون كونتيني استريكتومون مونوتون. قبل ما نشوفوا الخاصيات اللي غادي نستعملوا في هذه الفقرة، كنفضل ندير واحد التذكير بسيط. إذا نعتبر اف تطبيق معرف من مجموعة A نحو مجموعة B. طيب، اللي بغيت نتكلم عليه في التذكير هذا هو نديرو تذكير بتطبيق تبايني، تطبيق شمولي، وتطبيق تقابلي، يعني ابليكاسيون انجكتيف، ابليكاسيون سوبجكتيف، وكذلك ابليكاسيون بيجكتيف. طيب، ملي كنقولوا ان اف تطبيق تقابلي من A نحو B، ماذا يعني هذا؟ باش يكون F تطبيق تقابلي خصو في نفس الوقت يكون F تطبيق شمولي، يعني تنظر دابا من A نحو B بطبيعة الحال، وخص كذلك يكون F تطبيق تبايني. كيفاش كنبينوا على هذه الامور؟ اذا باش يكون اف تطبيق تقابلي خاص في نفس الوقت تحقق هذا الامر وكذلك تحقق هذا الامر. مزيان، ماذا يعني ان اف تطبيق شمولي من ا نحو بي؟ معناه ان كل عنصر من بي هو عبارة عن صورة من العنصر ا. بعبارة اخرى، انا في الحقيقة كنشرح حتى للناس اللي ما عارفينش هذا الامر من قبل، الناس اللي غيدوزو باك حر، اما الناس اللي ديجا قراو هذا الشيء راه يكون في يعني متذكرين هذه الامور، ولكن ما فيها باس ندير واحد التذكير بسرعة. يعني لهذا كندخل هنا في التفاصيل حتى ديال المصطلح المستعمل باش الانسان يفهم. تطبيق شمولي ابليكاسيون سوبجيكتيف، هاد شمولي كتعني ماذا؟ كتعني انه فاش كنديرو بالتطبيق اف كنشدو العناصر من ا كنحسبوا لهم صور، والصور كيتحطوا في المجموعة بي. لما تنقولوا اف تطبيق شمولي معناه ان اف فاش عطى الصور شمل جميع العناصر ديال بي، يعني من ناحية اللغة تنقولوا هي شمل جميع العناصر الموجودة في بي. ما يعني هذا؟ يعني ان كل عنصر من العناصر ديال المجموعة بي هو عبارة عن صورة بتطبيق اف. طيب، صورة ديال ماذا؟ صورة ديال عنصر كاين في المجموعة A. دونك هذا الامر هذا غادي نعبروا عليه رياضيا بهذا الشكل، اف تطبيق شمولي يكافئ ان لكل عنصر اكغريك من المجموعه بي يوجد على الاقل عنصر اكس من المجموعه A، بحيث ماذا؟ بحيث ان اكغريك غادي يكون صوره ديال اكس بتطبيق اف. طيب، اف تطبيق تبايني من A نحو بي، هذا المصطلح تبايني والفرنسية ابليكاسيون انجكتيف. تطبيق تبايني، هذه كلمة تبايني جاية من تباين في اللغة، وتباين تعني اختلاف. ماذا يعني هذا؟ يعني انه لكل عنصرين، لكل زوج اكس اكغريك من ا او كاري، اذا كان اكس يخالف اكغريك، اذا كان عنصران متباينان يعني مختلفان، فالصورتين ديالهم، يعني هذا يستلزم ان الصورتين ديالهم حتى هما كيبقاو متباينان يعني مختلفان. دونك هذا هو التعريف ديال التطبيق التبايني. ولكن عاده في التمارين باش نبينوا ان شي تطبيق انه تبايني، في الغالب ما كنطلقوش من ان اكس يخالف ايكغريك ونمشيو ان اف دو اكس يخالف اف دو ايكغريك، بل كنديروا الاستلزام المضاد للعكس ديال هذا اللي تيبقى حتى هو استلزام صحيح. يعني كننطلقوا من ان اف دو اكس تساوي اف دو ايكغريك، وكنستنتجوا منها ان اكس يساوي ايكغريك. الى بينا ان هذا الاستلزام صحيح، فراه الاستلزام المضاد للعكس ديالو اللي هو هذا حتى هو راه صحيح. يعني تطبيق تبايني سواء كنديروا هذا الاول سواء كنديروا الثاني، اذا هنا عندنا تكافؤ بين هاد التعبيرين. طب الحال هنا لكل زوج اكس ايكغريك من ا او كاري. طيب، ملاحظه بسيطه نزيدها، علاش من الافضل في التمارين ما كنطرقوش من ان اكس يخالف ايكغريك ونبقاو غاديين ونستنتجوا ان اف دي اكس يخالف اف دي ايكغريك؟ بكل بساطه، تخيل انت طرقتي بان اكس يخالف ايكغريك، وخصك من هذا الشيء هذا توصل الى التعبير اللي فيه اف دي اكس والى التعبير اللي فيه اف دي ايكغريك.
تخيل ان اف دو اكس في واحد المرحله من المراحل خاص تكون عندك اكس مرفوعه او كاري، يعني غتشد هذا التعبير هذا وغادي ترفع اس اثنان. الا جيتي رفعتي اكس او كاري واي او كاري ماشي بالضروره غيكونوا مختلفين. هنا في كاين الاشكال يعني في حال هاد المراحل هادو، لان هادشي راه ماشي بحال المتساوي اكس يساوي ايكغ، دونك راه اكس او كاري يساوي ايكغ او كاري وكتكمل عادي. ولكن اكس يخالف ايكغ نقدر ناخذ هنا ناقص جوج يخالف جوج، ولكن فاش ترفعهم او كاري غتولي هنا 4 وهنا 4، ما يمكنش نقول مختلفين. هذا المشكل الاول، يعني المشكل فاش كنكونوا مضطرين اننا نرفعوا اس اثنان. المشكل الثاني هو مثلا غادي ندخلو بشي دالة مثلثية أو دالة دورية بصفة عامة. نهضرو كمثال على الدوال الدورية، إذا عندي إكس يخالف إكراك وغادي ندخل بالسينوس مثلا، فراه ماشي ضروري أن السينوس إكس حتى هو يخالف سينوس إكراك، هذا غير صحيح، يعني ما كاينش هذا الالتزام. لأن علاش؟ لأن كنعرفو أن السينوس دالة دورية. مثلا إذا خديت إكس و إكس بلس دو بي، اكس راه بطبيعة الحال يخالف اكس بلس دو بي، ولكن فاش ندخل بالسينوس راه غادي يجينا عندهم نفس السينوس، لان السينوس دالة دورية دورة دو بي. باختصار هادو ملاحظات علاش ما كننطلقوش غالبا من ان اكس يخالف ايكغ وكنوصل اف دو اكس يخالف اف دو ايكغ، ولكن في بعض الحالات اللي ما فيهاش هاد المشاكل كنقدروا نديروها، يعني اللي ما فيهاش الاوكاري ما فيهاش الدوال المثلثية الدورية بصفة عامة ما كنقدروا نديروا اكس يخالف ايكغ وكنوصلوا الى النتيجة اللي بغينا، ولكن في الغالب كنستعملوا هذه. طيب دونك كان هذا تذكير بتطبيق تقابلي، وشفنا انه باش يكون اف تطبيق تقابلي خصو لابد يكون شمولي وتبايني في نفس الوقت. شنو كيعني شمولي وشنو كيعني تبايني؟ حنا عطينا الامور، الان غادي نمروا الى امر اخر في نفس الاطار نيت. دابا فاش غادي نعبر على هذه المجموعه؟ حنا عندنا ا مجموعه و اف تطبيق مجموعه الانطلاق ديالو هي ا. اذا شنو هي اف دو ا؟ اف دو ا غتكون بدورها عباره عن مجموعه ديال العناصر، ولكن هاد العناصر كيف تكتب؟ هاد العناصر غيكونوا عبارة عن صور لعناصر من A. يعني F دو A هي مجموعة العناصر F دو X بحيث X ينتمي إلى المجموعة. طيب هذه المسألة الأولى. دابا إلى جيت مثلا وقلت بأن واحد المجموعة E كاينة ضمن F دو A، ماذا يعني هذا؟ ماذا يكافئ؟ يكافئ أن لكل عنصر إيكغ من أو نجد أن ذاك الإيكغ راه ينتمي إلى إف دو أ، لأن أو ضمن إف دو أ، بمعنى جميع العناصر من أو هي عبارة عن عناصر ديال هذه المجموعة اللي هي إف دو أ. يكافئ أن لكل إيكغ من أو إيكغ ينتمي إلى إف دو أ، ماذا يعني هذا؟ يعني ان ايكغ يكتب على هذا الشكل، حتى هو عنصر من اف دو ا، يعني ان ايكغ يكتب على شكل اف دو اكس، ولكن حيت استعملت هذا المتغير اكس دونك خصني نقول هنا يوجد على الاقل اكس ينتمي الى المجموعه ا، بحيث اذا او ضمن اف دو ا معناه ان لكل ايكغ من او يوجد اكس من المجموعه ا، بحيث ايكغ يساوي اف دو اكس. طيب هاد الامور غادي نحتاجوهم الان من بعد ما نديرو الخاصيه ونبغيو نديرو البرهان عليها. نشوفوا الان خاصيه رقم واحد. في هاد الخاصيه غادي نشوفوا ما يسمى بمبرهنه التقابل. طيب في هاد المبرهنه ديال التقابل غادي نقولوا اذا كانت F متصلة ورتيبة قطعا على مجال E فإن F تقابل من E نحو مجال جي اللي هو كيساوي اف دو اي. طيب دونك هذه الخاصيه اللي عندنا، الان خصنا نديروا البرهان على جوج ديال الامور. الامر الاول اللي خصنا نديروا عليه البرهان
هو شكون قال لنا ان هذا الجي عباره عن مجال بعدا؟ نتاكدوا من الامر نبرهنوا عليه. والامر الثاني هو نبين انه اذا كانت اف داله متصله ورتبه قطعا على المجال اي، فان اف تقابل من اي نحو هذا المجال اللي هو اف دو اي. يعني خصنا نبرهنوا على ان راه تقابل فعلا، بمعنى خصنا نبين ان اف تطبيق شمولي وتبايني. طيب ملاحظه، حنا ملي كنقولوا اف تطبيق، والان كنقولوا اف داله عدديه تكون متصله ورتبه قطعا. داله عدديه هي عباره عن ماذا؟ هي عباره عن تطبيق لكنه تيكون معرف على جزء من المجموعه اغ. هذا هو الامر اللي كاين، يعني هذا هو الفرق ما بين التطبيق اللي هو مصطلح شامل، وما بين الداله العدديه اللي حنا كنقصدوا بها داء تطبيق معرف على جزء من اغ. دونك راه نفس الامر، يعني راه تنقولوا اف داله العدديه راهي في نفس الوقت راه تطبيق بطبيعه الحال. طيب اذا برهان المساله الاولى غادي نمرنوا عليها، لماذا هاد جي عباره عن مجال؟ بطبيعه الحال باستعمال الخاصيه اللي شفنا قبل، شفنا الخاصيه كتقول لنا صوره مجال بداله متصله عليه هو مجال. يعني غادي نقولوا بما ان اي مجال واف متصله على اي، فان جي اللي هو اف دو اي، يعني صوره هاد اي بالداله اللي هي متصله، غتكون عباره عن مجال. الامر الثاني غادي نقوله بكل سهوله، لدينا اف تطبيق شمولي من اي نحو اف دو اي اللي هو المجال جي، ولكن لماذا؟ لان اف دو اي يعني هي المجال جي، لان بكل سهوله لكل اجراج ينتمي الى المجال جي. شنو هو جي؟ جي هو اف دو اي، يعني اجراج ينتمي الى اف دو اي. وما معنى ان اجراج ينتمي الى اف دو اي؟ معناه يوجد على الاقل عنصر اكس من المجال اي بحيث اف دو اكس كتساوي اكراك، بحال اللي شرحت لكم سابقا مع او ضمن المجموعه اف دو او والامر اللي كتبت. فهو نفس الامر اللي غادي نستعملوه هنا، معناه لكل اكراك ينتمي الى جي يوجد على الاقل عنصر اكس ينتمي الى المجال اي بحيث اف دو اكس تساوي اكراك، وهذا امر واضح الان. السبب اللي خلى هذا يكون تطبيق شمولي بكل سهوله هو ان هاد جي هو ماذا؟ هو بالضبط اف دو اي. لو كان شي مجال اخر ماشي اف دو اي بالضبط، ديك الساعه ما كانش الامر غيكون بهذه السهوله هذه. اذا لدينا اف تطبيق شمولي من اي نحو اف دو اي، بقات الى الان نبين ان اف تطبيق تبايني. باش نبينوه عندي جوج ديال الطرق، اما ننطلقوا من ان اكس يخالف ايكغ ونبقاو غاديين في الاستلزامات نلقاو ان اف دو اكس يخالف اف دو ايكغ، واما ندير العكس ندير اف دو اكس كتساوي اف دو ايكغ ونبقى غادي في التعبير، غادي في الاخر نلقى اكس يساوي ايكغ. بما ان حنا ما عندناش دابا التعبير ديال الداله يعني وما عندناش معطيات عليها اللي نقدروا نحسبوا بها، اذا بلا ما نديروا اف دو اكس يساوي اف دو ايكغ شنو غنديروا؟ غننطلقوا من ان اكس يخالف ايكغ، دونك ليكن اكس وايكغ من اي لدينا اكس يخالف ايكغ يستلزم، يعني اذا كان اكس يخالف ايكغ فان هنا الملاحظه اللي غادي نديرو، المعطى اللي عندنا على الداله، حنا عندنا جوج معطيات فقط، اولا انها متصله على المجال اي، واللي مهم اكثر هو انها رتيبه قطعا على المجال اي. اذا خصني نستعمل اولا نستغل هذا المعطى ديال انها رتيبه قطعا، وداله رتيبه قطعا باش نستغلوها مزيان خصني يكون عندي واحد المقارنه بين اكس وايكغ، بحيث اذا كان عندي اكس مثلا اكبر قطعه من ايكغ فلما ندخلوا بالداله غادي نحافظوا على الترتيب وغنحصلوا على واحد الامور اللي غتنفعنا. كذلك لو كان اكس اصغر قطعه من ايكغ، اذا ماذا يعني ان اكس يخالف ايكغ بالنظر لهذه المتفاوتتين؟ هذا يعني ان اكس اكبر قطعه من ايكغ او اكس اصغر قطعه من ايكغ. طيب دابا غادي خصني ندخل بالداله اف، ولكن الداله راه حنا ما حددناش الرتابه، قلنا مهم رتيبه قطعا. اذا غادي ندير بين قوسين في حاله اف مثلا تزايدي قطعا، في هذه الحاله هذا التعبير اللي عندنا يستلزم اف دو اكس اكبر قطعه من اف دو ايكغ او
اف دو اكس اصغر قطعا من اف دو اي، وفي حاله اف تناقصيه قطعا هاد متفاوته غتقلب وهذه غتقلب، يعني غنحصل في الاخر على نفس النتيجه. طيب يعني اذا درنا البرهان على اف تزايدي قطعا راه كافيه البرهان. طيب وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم ان اف دو اكس ما يمكنش تكون تتساوي اف دو اي، يعني تخالف اف دو اي حسب هاد المتفاوتتين اللي عندنا. وبالتالي شنو لقينا الان؟ انه لكل اكس واي من اي، اذا كان اكس يخالف اي فان اف دو اكس يخالف اف دو اي، ومنه فان اف تطبيق تبايني ابليكاسيون انجكتيف، وبالتالي اف تقابل من اي نحو المجال جي اللي هو اف دو اي. طيب وبهذا الشكل تنكونوا عطينا البرهان على هذا الخاصية رقم واحد. الآن غادي نعطيو ملاحظات مهمة جدا، ملاحظات دونك نعتبر دالة اف، دونك اف دالة متصلة ورتيبة قطعا على مجال اي. طيب دونك على مجال اي، وهنا نضع اف دو اي كتساوي جي. طيب الملاحظة الأولى هو أنه لكل إكراك من المجال جي، الكتابة اللي درنا في التطبيق شمولي، أن لكل إكراك من جي يوجد على الأقل عنصر إكس من المجال إي، بحيث ماذا؟ بحيث إكراك يساوي إف دو إكس. دونك هادشي اللي درنا حنا في التطبيق شمولي، ولكن من بعدها بينا أن أيضا تطبيق تبايني. ما معنى تطبيق تبايني؟ معناه إذا كان إف دو إكس يساوي إف دو إكراك، فإن إكس بالضرورة يساوي إكراك. هذا هو اللي شفنا في التطبيق التباين، حنا واخا انطلقنا من اكس يخالف اي، ولكن لهما نفس المعنى. طيب فاش كنقول انا لكل اي من جي يوجد على الاقل عنصر اكس من اي، بحيث هذا يوجد على الاقل راه يعني ان اما يوجد عنصر واحد او يوجد عنصران او اكثر. في حاله مثلا يوجد عنصران اكس واكس بريم بجوجهم تحققوا لي نفس المتساويه، يعني الا خديت واحد العدد اي ينتمي لجي من اجله غادي يلقى عنصرين اكس و اكس بريم بجوجهم من اي، تيحقوا لي هذا الامر ان اكراك تتساوي اف دو اكس وفي نفس الوقت تتساوي اف دو اكس بريم. فماذا يعني هذا؟ الى شفنا هذه الكتابه دابا، وبحكم ان اف تطبيق تبايني، فهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم ان اكس يساوي اكس بريم. اذا الى توجدوا اكثر من عنصر تحقوا لي العلاقه، فدوك اكثر من عنصر دوك العناصر غيكونوا متساويين، غيكونوا هما عباره عن نفس العنصر. اذا شنو اصبح الان؟ اصبح ان لكل إكراك ينتمي الى جي يوجد عنصر واحد اكس، كنديروا هذا الرمز، يوجد عنصر واحد اكس من اي، بحيث إكراك يساوي اف دي اكس. وهذا تعبير ديال التطبيق التقابلي، ما درتوش لكم في البدايه، حيت التطبيق التقابلي اعتمدنا حنا على شمولي وتبايني. دونك هذه كتعني ان اف تطبيق تقابلي. دونك هذه الملاحظه رقم واحد. ملاحظه رقم اثنان، الداله اف اللي كتحقق هاد الشروط ديال انها متصله ورتيبه قطعا على المجال اي، الداله اف تقبل داله عكسيه نرمز لها، عفوا نرمز لها في الغالب بالرمز اف موانزان. وهذه الدالة العكسية، وهذه الدالة العكسية اف موانزان معرفة على المجال جي، ولدينا احنا عندنا اف دو اي كتساوي المجال جي، الدالة العكسية معرفة على جي، وعندنا ايضا اف موانزان دو جي كتساوي المجال اي. صورة المجال جي بالدالة العكسية كتكون هي المجال اي. طيب دونك الامر اللي قلنا في هذه الملاحظة هذه ان الدالة اف اللي كتكون متصلة ورتيبة قطعا على مجال اي، فانها تقبل دالة عكسية
نرمز لها في الغالب ب اف موان ز، وهذه الدالة العكسية اف موان ز معرفة على المجال جي اللي هو اف دو اي، فهم؟ ولدينا ايضا ان اف موان ز ديال المجال جي تساوي المجال اي. طيب هذه الدالة العكسية بغيت نعطي واحد الملاحظة، علاش شرط ان اف تكون متصلة ورتيبة قطعا باش انها تقبل الدالة العكسية؟ احنا كنعرفوا ان التطبيق تقابلي يعني انه يقبل تقابل عكسي، دونك دالة تمثل تطبيق تقابلي من اي نحو جي، اذا فهي تقبل تقابل عكسي، يعني غادي نقولوا دابا دالة عكسية، يعني بناء على المفاهيم الامور واضحة جدا. ولكن اذا مشينا شفناها باعتبارها دالة عددية وشفناها في معلم، اذا رسمنا معلم مثلا غادي ناخذ اف دالة معرفة على واحد المجال اي وناخذها مثلا متصلة وكتغير الرتابة، ليست رتيبة قطعا. طيب دونك المجال اي مثلا من هنا لهنا، طيب هل الدالة اف هي دالة متصلة ولكن ليست رتيبة قطعا على هذا المجال اي؟ صورة هذا المجال اي بالدالة اف اللي هذا هو المنحنى ديالها مثلا غادي تكون هي هذا المجال، نديرو الاسقاط هنا، هي هذا المجال هذا من هنا حتى لهنا، المجال نسميه جي. دابا هل الامر محقق؟ واش لكل اكراك من جي يوجد عنصر وحيد اكس من اي بحيث اف دو اكس كتساوي اكراك؟ دونك هذا السؤال، هل هذا الامر محقق؟ دونك ناخد عنصر اكراك من المجال جي، دونك الا خديت هنا عنصر مثلا هذا نسميه اكراك، فالمستقيم الافقي المار من اكراك فاش غيتقاطع مع محور الافاصيل في هذه البلاصه يتقاطع في نقطه واحده، يعني راه يوجد عنصر وحيد هو هذا مثلا نسميه اكس، بحيث اف دو اكس كتساوي اكراك، دونك في هذه البلاصه مثلا ما كاينش مشكل. ولكن اذا خديت عنصر اكراك مثلا من هذه البلاصه يعني في هذا الارتوب، فالمستقيم الافقي غيتقاطع مع محور الافاصيل، لاحظوا في ثلاث نقط، معنى من اجل هذا العنصر اللي نسميه مثلا اكراك زيرو راه يوجد اكثر من عنصر، يعني يوجد واحد العنصر هنا غادي نسميه اكس زيرو، وعنصر هنا نسميه اكس واحد، وعنصر هنا نسميه اكس جوج مثلا. اذا في هذه البلاصه مثلا فهذا الامر ديال يوجد عنصر واحد اكس غير محقق، يعني اف ما تبقاش تطبيق تقابلي، اذا ما غيمكنش نعرفوا دالة عكسية اللي هي غتولي معرفة من جي نحو اي. شنو هو السبب اللي خلى اف ما يكونش تطبيق تقابلي؟ هو ان التقاطع بين هذا المستقيم الافقي والمنحنى ديال الدالة اف تم في اكثر من نقطة. السبب اللي خلى التقاطع يتم في اكثر من نقطة هو ان الدالة تغير الرتابة، لو بقات الدالة تزايدية قطعا فكان التقاطع سيتم في نقطة واحدة، اذا كان الامر غيكون محقق وبالتالي غيكون عندنا تعريف لدالة عكسية. باش نوضحوا الامر اكثر، لماذا في هذه الحالة هذه ديال دالة تغير الرتابة لماذا الدالة لا تقبل دالة عكسية؟ حيت الا قلنا انه توجد دالة عكسية اف موان ز معرفة من جي نحو اي، فكنعرفوا حنا التطبيق، كل تطبيق يعطي لكل عنصر صورة واحدة على الأكثر، يعني باش هاد اف موان ز تكون تطبيق ونخدمو بها خصها تكون كتعطي لكل عنصر من جي تعطيه صورة واحدة على الأكثر. يعني إلا خديت عنصر من جي إما ما غتعطيهش صورة إلا ما كانش داخل في مجموعة التعريف ديالها، وإما إلا عطاته صورة غتعطيه صورة وحيدة، فهم؟ ولكن إلا خدينا حنا اف موان ز ديال العنصر إكراك زيرو مثلا اللي ذكرنا هنا، إذا اعتبرنا التطبيق اللي كيرجع لينا بالعكس، يعني كياخذ العنصر من محور الأراتيب وكيعطيه الصورة ديالو، الصورة ديالو غتكون هي السابق ديالو في محور الأفاصيل. دونك إلا جينا نديرو هذا الأمر غنلقاو بأن اف موان زان ديال إكراك زيرو كتساوي إكس زيرو، وأيضا اف موان زان ديال إكراك زيرو كتساوي إكس واحد، وأيضا أن اف موان زان ديال إكراك زيرو كتساوي إكس جوج، مع ان هاد اكس 0 يخالف اكس 1 وهذا يخالف اكس 2، وهذا غير ممكن، منطقيا غير ممكن. اذا لا وجود لتطبيق يحقق هذا الامر هذا، دونك في هذه الحاله نقول ان الداله اف لا تقبل داله عكسيه. دونك الشروط هي واضحه بحيث البرهان اعتمادا على الامور اللي شفنا ديال التطبيق تبايني شمولي وتقابلي، واعتمادا حتى على المنحنى فالامور راه هي واضحه جدا. دونك هذا فيما يخص هذه الملاحظه هذه، نمر الى ملاحظة أخرى.
الملاحظة رقم ثلاثة اللي غادي نديرو، وهنا انتبهوا جيدا للمجالات كيفاش غادي نكتبوهم، يعني الترتيب اللي غنمشيو به، هو ان غادي نقولوا لكل اكس من اي، ولكل ايغريك من جي، لدينا اف دو اكس تساوي ايغريك. اذا كانت اف دو اكس تساوي ايغريك فان هذا يكافئ ماذا؟ يعني باستعمال الدالة العكسية اللي احنا قلنا انها موجودة في حالة اف متصلة وراتبة قطعا، فان الدالة العكسية غتقوم بالعكس ديال الامر اللي قامت به الدالة اف، يعني غتكون اف موان زان ديال ايغريك كتساوي اكس. نوضع عندنا تكافؤ في هذا الامر هذا، لكن ردوا البال جيدا لان هذا هو اصعب شيء غادي نلقاه في التمارين، وخاصة لما نوصلوا لدالة لارك تانجونس، يعني خصنا دائما نأكدوا على كل عنصر في اشمن مجال كينتمي. اذا اكس خصو ينتمي لاي اللي هو المجال اللي معرف فيه الدالة اف، واكراك خصو ينتمي لمجال جي اللي هو معرف فيه الدالة اف موانزا، لان راه اي وجي بصفة عامة يكونوا مختلفين، يعني ماشي دائما متساويين. طيب دونك هذه الملاحظة رقم ثلاثة، غادي نضيف عليها نيت امور اخرى في هذا الاطار هذا. دونك لدينا ايضا لكل اكس ينتمي الى اي اف موانزا غون اف دو اكس يساوي اكس، بمعنى اف موان زان دو اف دو اكس يساوي اكس. الامر بسيط جدا، اف دو اكس هي ايغريك، نعوضوها غتولي عندي اف موان زان دو ايغريك، و اف موان زان دو ايغريك هي ماذا؟ هي اكس نيت. يعني الامر هو بسيط بالنسبه للفهم، لكن الملاحظه هو خصنا ناكدوا على ان اكس ينتمي لاي، عادي يمكن لي نطبق هذا الامر هذا. طيب دابا لكل ايغريك ينتمي الى جي اف غون اف موان زان دو ايغريك تساوي ايغريك، بمعنى اف دو اف موان زان دو ايغريك تساوي ايغريك. نفس الامر حتى هذا بسيط من حيث الفهم، ولكن خصنا ناكدوا على ان العنصر ايغريك ينتمي الى جي. علاش تنأكد على هذه الامور؟ مثلا انت غتكون في شي تمرين وغادي تصادف هذا الامر هذا، غتجيك مثلا اف دو اف موان زان ديال 3 وغادي خصك تحسبها، راه ما تقولش انها كتساوي 3 باعتبار هذه القاعده وصافي، لا خصك تاكد ان ذاك العنصر 3 ينتمي الى المجال جي اللي هو معرف فيه الداله اف موان زان. دونك خصك تاكد على هذا الامر هذا، ضروري ناكدوا عليه، عادي يمكن لينا نطبقوا هذه الخاصيه. دونك هذه الملاحظات اللي كاينين، دونك نحيدوا هذا الامر. نشوفوا الان خاصيه رقم 2 في هذه الفقره، واللي غادي نتكلموا فيها على بعض الخاصيات ديال هذه الداله العكسيه. اذا لتكن اف داله متصله ورتيبه قطعا على مجال جي، وحنا في هذه الشروط اللي كتبنا كنعرفوا ان اف اذا تقبل الداله العكسيه، اذا لتكن اف موان زان الدالة العكسية للدالة اف، ونضع المجال جي هو اف دو اي. طيب الخاصيات اللي عندنا الان ثلاثة ديال الامور اللي غادي نذكرهم مهمين جدا. اولا اف موان زان هي دالة متصلة على المجال جي. طيب الامر الاول، الامر الثاني هو ان اف و اف موان زان لهما نفس الرتابة، طبيعة الحال كل على مجالها، ولا يعني المجال المعرف فيه، المهم اختصار، يعني اف و اف موان زان لهما نفس الرتبة، يعني اذا كانت اف تزايدية قطعا على المجال اي فان اف موان زان هي ايضا غتكون تزايدية قطعا ولكن على المجال جي. نفس الامر اذا كانت اف تناقصية قطعا على المجال اي فاف موان زان غتكون تناقصية قطعا على المجال جي. دابا فيما يخص المنحنيات غادي نقولوا ان سي اف
يعني منحنى الدالة اف و سي اف موان زان يعني منحنى الدالة العكسية متماثلان بالنسبة للمنصف الأول للمعلم. إذن هذه الخاصية رقم 2 اللي هي غادي نبقى نستعملها بطبيعة الحال في التمارين مهمة جدا. المنصف الأول للمعلم بطبيعة الحال هو إذا خدينا المعلم هو هذا المستقيم هذا اللي غيكون هنا فهم اللي هو المعادلة إكراك تساوي إكس. فإذا كان عندي مثلا سي إف داير هكذا، إذا كان هذا هو سي إف، سي إف موازاة غيكون المماثل ديالو بالنسبة لهذا المحور هذا غيكون مثلا داير هكذا. ومن غير صمت تقريبا حنا غنشوفوها ان شاء الله في التمارين وفي التطبيقات. طيب دونك هادو خاصيات غادي نديرو برهان على هذا الامر هذا. اذا برهان بالنسبة لرقم واحد فبرهان مقبول. يعني هاد الخاصية كناخدوها كنقبلوها بدون يعني بدون ما نديرو على البرهان. طيب بالنسبة للخاصية الثانية اللي كتقول لنا أن F و F موان زان لهما نفس الرتابة. احنا الآن مازال ما دخلناش للدرس ديال الشقاق، وبالتالي مازال ما شفناش المشتقة ديال الدالة العكسية. لو شفناها غيبان لنا بسهولة علاش لهما نفس الرتابة. لهذا ما غاديش نمشيو عن طريق هذا حساب المشتقة، وإنما غادي نمشيو عن طريق حساب معدل التغير. يعني ليكن إجراج وإجراج بريم من المجال جي لدينا معدل التغير ديال الدالة العكسية اف موان زا، يعني لو طو دو فارياسيون دو اف موان زا يساوي يعني بين العنصرين إجراج وإجراج بريم، يعني غتجينا اف موان زا دو إجراج بريم موان اف موان زا دو إجراج على إجراج بريم موان إجراج. طيب وبما ان المجال جي راه هو اف دو اي، فان يوجد يعني عنصر اكس وعنصر اكس بريم بحيث اكراك هو اف دو اكس واكراك بريم هو اف دو اكس بريم بحيث اكس واكس بريم اكتبوها هكذا اكس واكس بريم عنصران من المجال اي. طيب اذا كيصبح عندنا لو طو دو فارياسيون دو اف موان زان بالشكل التالي. بما ان اكراك يساوي اف دو اكس، فان اف موان زان دو اكراك كتساوي اكس. هادشي راه حنا شفناه، وطبيعة الحال اكراك راه ينتمي لجي و اكس ينتمي لاي، دونك راه ما عندناش مشكل في الشروط. اذا غادي يصبح عندنا اف موان زان دو اكراك بريم من خلال هاد الكتابة غتولي هي اكس بريم او اكس بريم اف موان زان دو اكراك غتعطينا هي اكس، و اكراك بريم من خلال الكتابة هي اف دو اكس بريم موان هنا اف دو اكس، اكراك هي اف دو اكس. طيب هذا حيت حنا بغينا نستنتجو رتابة الدالة اف موان زان اعتمادا على رتابة الدالة اف. يعني شنو خصني نلقى بهذه الطريقه دابا؟ خصني نلقى ان الاشاره ديال لو طو دو فارياسيون دو اف موان زان مرتبطه بالاشاره ديال لو طو دو فارياسيون ديال اف. يعني من هنا خصني نخرج تعبير ديال معدل التغير ديال الداله اف. دونك غادي ندير هي واحد على اف دو اكس بريم موان اف دو اكس على اكس اكس بريم موان اكس، واللي هو كيساوي واحد على لو طو دو فارياسيون دو اف. دونك هادشي اللي لقينا لو طو دو فارياسيون دو اف موان زان هو لانفيرس ديال لو طو دو فارياسيون دو اف. ماذا يعني هذا؟ بطبيعة الحال ان لهما نفس الاشارة. اذا اف و اف موان زان لهما نفس الرتابة، دونك الامر هنا تيكون واضح. يعني غنقولو وبالتالي فان اذا كانت اف تزايدية قطعا، وحنا بطبيعة الحال علاش درنا هذا في المقام وما عندناش مشكل، لان ما يمكنش ينعدم لان الدالة تزايدية قطعا. حنا ديجا ذكرنا هذا الامر هنا، يعني رتيبة قطعا سواء كانت تزايدية او تناقصية. اذا كانت اف تزايدية قطعا على اي
فإن اف موان زان تزايدية قطعا على الجي. بنفس الطريقة إذا كانت اف تناقصية قطعا على اي فإن اف موان زان تناقصية قطعا على الجي. إذا بقى لنا الآن البرهان على الخاصية الثالثة. إذا نعتبر المستقيم دي ذو المعادلة، يعني غنعتبره هذا هو المنصف الأول للمعلم، يعني ذو المعادلة إكراك تساوي إكس. وكذلك نعتبر وليكن إس دي التماثل المحوري الذي محوره المستقيم دي، لا سيمتري أكسيال، التماثل المحوري الذي محوره المستقيم دي. شنو خصنا نديرو في هذا يعني في هذا البرهان هذا؟ باش نبينو ان سائف موان زان، يعني غنكتب الامر اللي خصني نبين، باش نبين ان السائف موان زان هو مماثل سائف بالنسبة للمستقيم دي، خصني ندير الامر التالي. غادي نبين انه لكل نقطة ام تنتمي الى السائف مماثلة ام بالنسبة للمستقيم دي غادي تكون عبارة عن نقطة تنتمي الى السائف موان زان، وبالتالي غادي نكون درت الاثبات ديال ان السائف موان زان مكون من نقط تمثل مماثلات بالنسبة للمستقيم دي لنقاط موجودة في السائف، وهذا يعني أن السائف موان زان هو مماثل السائف بالنسبة لهذا المستقيم دي. لهذا نعتبر لتكن نقطة M ذات الإحداثية ألفا بيتا تنتمي إلى السائف. ماذا يعني هذا؟ بين قوسين يعني طبعا أن العدد ألفا ينتمي إلى إي، وأن F دو ألفا كتساوي بيتا. نخليو هادو بين قوسين لان غادي نحتاجهم. الان نمشيو نحدو ما هي مماثله هاد ام بالنسبه لمستقيم دي. اذا قلنا لتكن ام ذات احداثيه الفا بيتا تنتمي الى السائف، نكملو و ام بريم مماثلتها بالنسبه للمستقيم دي. اذا بما ان المستقيم دي هو ذو المعادلة y تساوي x، يعني عندنا الحالة ديال a يساوي 1 و b يساوي 0، فإن إحداثيات النقطة m بريم هي، يعني غتكون بهذا الشكل، غتكون m بريم ذات الإحداثيات، هنا غتصبح بيتا ألفا. طيب الأمر يمكن إثباته بكل سهولة. مزيان، ملي ولات عندنا m بريم هي عندها هذه الإحداثيات، خصني نبين ان هاد ام بريم دابا تنتمي الى السائف موان زان، بمعنى خصني نبين ان اف موان زان دو بيتا تساوي الفا، وهذا امر واضح جدا. بما ان الفا تنتمي الى اي، الملاحظه اللي كتبنا هنا بين قوسين، واف دو الفا كتساوي بيتا، فان حسب الخاصيه اللي شفنا في الداله العكسيه مركب ديالها مع الداله اف، يعني غادي نستنتجو منها ان اف موان زان دو بيتا كتساوي الفا، مع نكتبها هنا، مع المهم نجيبها بهذه الجهه الاخرى، مع بيتا. طبيعه الحال بيتا فين غيكون تنتمي؟ غينتمي لاف دو اي، لان اف دو الفا كتساوي بيتا، واف دو اي هو ماذا؟ هو الجي. اذا ام بريم تنتمي الى سي اف موان زان، وبالتالي درنا الاثبات ان لكل نقطه ام من سي اف مماثلتها بالنسبة للمنصف الأول غتكون عبارة عن نقطة M بريم تنتمي إلى السائف موان زان، وهذا يعني أن السائف موان زان هو مماثل السائف بالنسبة للمستقيم الدي. وبالتالي سنكونو كملنا البرهان على هذه الخاصية. الآن غادي نمرو إلى الأمثلة. غادي ناخذ مثال بسيط جدا غير باش نشوفوا كيفاش كنديروا صياغه الاجوبه. دونك امثله، نعتبر الداله العدديه اف المعرفه بما يلي: اف دو اكس تساوي 4 اكس ناقص 3،
والسؤال هو بين أن اف بين أن عفوا اف تقبل دالة عكسية اف موانزا معرفة من مجال جي يجب تحديده نحو اغ. هنا خصنا نتوقفوا نفهموا السؤال مزيان، خصنا نبينوا ان اف تقبل دالة عكسية اف موانزا، هذه فهمناها، ولكن هاد اف موانزا هي اللي قالوا لنا تكون معرفة من مجال جي، خصنا نعرفوا شكون هو، نحو اغ. دابا باش تكون اف موانزا معرفة من جي نحو اغ، يعني اف اللي خصنا نشتغلوا عليها حنا فين خصها تكون معرفة؟ خصها العكس، خصها تكون معرفة من اغ نحو جي، والجي شنو غتكون هي؟ ماذا هي؟ اف دو اغ. يعني المجال اي بعض المرات ما كيعطيوش ليكم هما واضح في البدايه في المعطيات، كيقدروا المجال اي يوضحوا لكم حتى لهنا المجال اي اللي غنشتغلوا عليه بالنسبه للداله اف. وممكن في البدايه يقول لك نعتبر الداله العدد دي اف المعرفه على اغ مثلا، او المعرفه على 0 بلس لانفين. المهم يقدروا يحدوا لك المجال في الاول او يحدوه لك في السؤال. طيب دونك هذا السؤال يعني رقم واحد. رقم اثنان غيكون حدد تعبير f موان زان دو اكس لكل اكس من المجال جي. طيب نبداو في الاجابة على هذا المثال اللي هو بسيط جدا. باش نبينو ان f تقبل دالة عكسية، بعدا نبينو ان f معرفة على r، باش نشتغلو على r لان f دالة حدودية. باش نبينو ان f تقبل دالة عكسية f موان زان، خصنا نبينو ان f متصلة وراتبة قطعا على r. دونك هادي امر بسيط بزاف، لدينا اف متصله لانها داله حدوديه، وبالنسبه للرتابه المشتقات تاعنا 4 اللي هو عدد موجب، اذا متصله وتزايديه قطعا على اغ. اذا اف تقبل داله عكسيه، نقدروا نقولوا هنا اذا اف تقابل، ولكن المهم ماشي مشكل. اذا اف تقبل داله عكسيه اف موانزا معرفة على على مجال جي، بحيث يعني هذا اف موانزا معرفة على جي بحيث جي هو ماذا؟ هو اف ديال اغ. باش نحسب صورة المجال اغ، عندنا اف تزايدية قطعا، اذا غادي نحافظوا على الترتيب غادي يكون هنا المجال مفتوح. هنا غادي نديرو ليميت عندنا ميول اكس الى موان لانفيني دو اف دو اكس، بحال اللي شفنا صورة مجال بدالة متصلة، وهنا ليميت في بلوس لانفيني دو اف دو اكس اللي هي غتعطينا كتساوي مجال مفتوح طبعا ليميت في موان لانفيني هي موان لانفيني، ليميت في بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. اذا في هذه الحاله جانا المجال جي هو اغنيت. طيب اذا لقينا ان اف موان زا معرفه على المجال جي اللي هو اغ. طيب السؤال الثاني دابا، لكي نحدد تعبير اف موان زا دو اكس بدلاله اكس كنكتبو بعدها الكتابه، تنديرو اف موان زا معرفة من المجال جي اللي احنا لقينا هو اغ نحو المجال اي اللي هو اغ نفسه، صورة واحد العدد اكس من هذا المجال هذا غتكون هي واحد التعبير اللي هو اف موان زان دو اكس. ما هو المطلوب عندي في هذا السؤال؟ هو القى اف موان زان دو اكس كم تساوي بدلالة اكس. اذا المجهول عندي دابا هو واحد التعبير غادي يكون هنا، هذاك التعبير اللي هو مجهول غادي نسميه ايكراك. دونك هذه تقنية ديال الخدمة، هكذا تنخدمو في هذا النوع الأسئلة. إذا تنوضعو اف موان زا معرفة من جي نحو اي، صورة اكس هي اف موان زا دو اكس كنوضعها كتساوي ايكراك. دابا غادي نخدم على أساس أن المجهول عندي هو ماذا؟ هو ايكراك. هاد ايكراك اللي خصني نلقاه، خصني نلقاه بدلالة اكس. إذا غادي نمرو الأمر اللي عندنا. إذا اف موان زا دو اكس تساوي إيكراك، هذا يكافئ أن إف دو إيكراك تساوي إكس. هنا ماشي ضروري نوضع إكس ينتمي إلى المجال جي وإيكراك ينتمي للمجال إي، لأن هادشي راه ثبتناه هنا، راه وضعناه وضحناه. هاد الكتابة اللي درنا هنا كتهنينا من الأمر هذا. دونك راه إكس ملي كنكتبها تحت جي معناه إكس ينتمي لجي وإيكراك ينتمي إلى إي، إذا ما عنديش مشكل ندير هاد التكافؤ هذا. دونك غادي نمشي بالأمر هذا اللي كتبنا. الان علاش دخلت التعبير ديال اف؟
حيت اف هي عندنا التعبير ديال عندنا اف دو اكس كتساوي 4 اكس ناقص 3، معنى اف دو ايكغاك هي 4 ايكغاك ناقص 3 كتساوي اكس. المجهول عندي هو ايكغاك، غادي نلقاه بكل سهولة. اذا هذا يكافئ ان ايكغاك كتساوي اكس زائد 3 على 4، ومنه فان اف موان زان دو اكس اللي حنا وضعناها كتساوي ايكغاك كتصبح الان كتساوي اكس زائد 3 على 4، وهذا لكل اكس ينتمي الى ماذا؟ الى مجموعة اللي معرف فيها اف موان زان اللي هي جي، اللي هي في 8 عندنا هي ار، وبالتالي تنكون لقينا التعبير ديال اف موان زان دو اكس. اذا تحديد تعبير اف موان زان دو اكس بدلاله اكس دائما غنديروا فيها المراحل، ولكن هذا مثال بسيط جدا. الصعوبه فين غتكون عندنا في التمارين المقبله ان شاء الله هو في هذه المرحله هذه، فاش كنوصل الى اف دو ايكغاك كتساوي اكس تيكون المطلوب مني هو نلقى التعبير ديال ايكغاك بدلاله اكس. باش نلقى التعبير ديال ايكغاك بدلاله اكس كنحصل على معادله اللي في الغالب تقدر تكون معادله من الدرجه الثانيه او معادله فيها الجذور مربعه خصنا نتعاملوا معها. يعني هنا في كتكون الصعوبه هو في كيفيه حل هذه المعادلات هذو. دونك حنا غادي نزيدوا امثله اخرى باش ان شاء الله ندربوا على الامر. اذا ناخذ الان مثال رقم 2، كذلك نعتبر الداله العدديه اف المعرفه بما يلي: اف دو اكس تساوي اكس او كاري زائد جوج اكس، ونعتبرها معرفة مثلا على المجال 1 بلس لانفيني. اذا المجال اي اللي غنشتغلوا عليه هو المجال 1 بلس لانفيني. السؤال بين ان اف تقبل دالة عكسية اف موان زا معرفة على مجال جي ينبغي تحديده، ثم حدد اف موان زا دو اكس بدلالة اكس لكل اكس من المجال جي بطبيعة الحال. دونك نكتب الاسئله باختصار غير باش ما نضيعوش الوقت اكثر. طيب بنفس الطريقه غادي نقولوا لدينا نبين ان اف متصله ورتبه قطعا على هذا المجال. لدينا اف متصله على المجال اي، بحيث نسميه هذا المجال اي هو المجال 1 بلس لانفيني. لماذا؟ لانها داله حدوديه، لانها داله حدوديه. بالنسبة للرتابة f دالة حدودية فهي قابلة للشقاق، وعندنا f بريم دو x كتساوي جوج x زائد جوج اللي هي جوج عامل لي x زائد واحد، وهذا التعبير هذا فهو موجب قطعا على المجال 1 بلس لانفيني. دونك فالدالة f تزايدية قطعا على اي. مزيان، اذا f تقابل من اي نحو جي، ونشوف حد جي، ولا نقول اذا اف تقبل دالة عكسية اف موان زا معرفة على مجال جي، بحيث حسب التعريف اللي عندنا جي هو اف دو اي، يعني اف ديال المجال 1 بلس لانفيني. بما ان اف دالة تزايدية فغادي نحافظوا على الترتيب، يعني عندنا واحد هو الاول، دونك هنا اف دو ديال واحد، اف ديال واحد غادي نحسبوها في التعبير غتجينا واحد زائد جوج هي ثلاثة، والمجال غادي يبقى مغلوق. وهنا غادي نديرو ليميت في بليس لانفيني ديال اف دو اكس اللي هي بليس لانفيني، اذا غتجينا هي المجال ثلاثة بليس لانفيني. اذا جي هو المجال ثلاثة بليس لانفيني. طيب السؤال الثاني، تحديد اف موان زان دو اكس بدلالة اكس. غادي نكتب هاد الكتابة، لدينا اف موان زان معرفة من المجال جي اللي هو 3 بلس لانفيني نحو المجال اي اللي هو المجال 1 بلس لانفيني. صورة واحد العنصر اكس من هذا المجال غتكون هي التعبير اف موان زان دو اكس اللي حنا غادي نوضعوها كتساوي ايكغاك. اذا لدينا طبيعة الحال دابا نعتبر اكس في جي وايكغاك في اي، اف موان زان دو اكس تساوي ايكغاك يكافئ ان اف دو ايكغاك تساوي اكس. دونك دخلنا الداله اف باش نستغلوا التعبير ديال اف اللي عندنا باش نقدروا نلقاو التعبير ديال ايكغاك بدلاله اكس. دونك اف دو ايكغاك حسب التعبير ديال الداله هو ايكغاك او كاري زائد جوج ايكغاك كتساوي اكس. اذا هنا حصلنا على معادله من الدرجه الثانيه المجهول فيها هو ايكغاك، و اكس كنعتبره بحال شي بارامتر في هذه المرحله هذه، يعني بحال شي عدد نعتبره كاع ثابت. طيب هنا تتبقى الطرق كيفاش غنتعاملوا مع المعادلات. هنا كيخصكم تنوعوا من التمارين، وهذا الشيء غنشوفوه ان شاء الله في الحصص الخاصه بالتمارين باش نشوفوا كاع الحالات اللي ممكن تصادفوا وشنو التقنيات اللي ممكن نديروا باش نعطيو الحل.
ممكن شي واحد فيكم يجيب اكس لجهة اخرى ويدير دلتا على اعتبار ان يقرا هو المجهول. وممكن ايضا تلاحظوا واحد الملاحظة، اننا نضيف واحد لهذا الطرف وواحد لهذا الطرف، هتولي بهذا الشكل يغراغ او كاري بلس 2 يغراغ بلس 1 تيغالا اكس بلس 1. ثم هذه متطابقة هامة، يغراغ بلس 1 او كاري تيغالا اكس بلس 1. وهذا الامر هذا ما يكون صحيح الا اذا كانت اكس بلس 1 اكبر من او يساوي صفر، وهذا اصلا ما عندناش فيه مشكل لان ضيجة عندنا اكس راه في المجال الجي اللي هو 3 بلس لانفيني، دونك اصلا ما عندناش مشكل في هذا، وبالتالي يمكن لنا نديرو التكافؤ. ولا غنجيو نديرو وحدها لان اكس ينتمي الى جي، يعني ان اكس بلس ان اكبر من او يساوي صفر، لان هذا عنده اوكاري دونك خصو يساوي لنا عدد موجب. المرحله اللي من بعد دابا باش نديرو التكافؤ نحيد الاوكاري، خصني نشوف اشاره العدد تعبير اكراك زائد واحد. اكراك زائد عندنا اكراك ينتمي للمجال واحد بلس لانفيني، دونك اكراك بلس ان غادي يكون كبر من زيرو، يعني حنا غنكتبو هنا غتولي إيكغيك بلس أن كتساوي الجذر ديال إكس زائد واحد، وحداها نديروها ولدينا يعني إيكغيك بلس أن أكبر من أو يساوي زيرو، لأن إيكغيك راه ينتمي للمجال واحد بلس لانفيني. يعني هنا خصنا نبقاو نردو البال في هاد الأمور هادو باش يكونو التكافؤات صحاح. يكافئ دابا ان إكراك يساوي جذر اكس زائد واحد ناقص واحد. هادو غير توضيحات كنديرهم هنا، اما ديجا حنا حددنا اكس و إكراك من هاد المجالين دونك راه ما كاينش مشكل في هادشي هذا، يعني التكافؤات صحيحه. وبالتالي تنكون لقينا التعبير ديال اف موازان دو اكس بدلاله اكس، يعني هو جذر اكس زائد واحد ناقص واحد، وهذا لكل اكس ينتمي الى المجال جي اللي هو 3 بلس لانفيني. كاين واحد الملاحظه، فاش غادي تلقاو التعبير ديال اف موان زاد اكس بدلاله اكس، شي واحد فيكم اذا بغى يتاكد واش داكشي اللي دار صحيح فعلا ام لا، شنو الطريقه اللي غدير؟ غادي تاخذ عدد من المجال اي صافي اللي هو المجال واحد بلس لانفيني، غناخذو مثلا العدد جوج اف، نحسبو اف ديال جوج في الداله الاولى اللي عطاونا بطبيعه الحال في الداله اف، اف ديال جوج الى جينا نحسبو غتجينا جوج او كاري 4 زائد 4 هي 8، دونك هي 8. اذا اف موان ز ديال 8 حسب هادشي اللي عندنا هنا غتكون هي جوج. باش نتاكد ان التعبير واش خطا ام صحيح، غنمشي نحسب اف موان ز ديال 8 واش فعلا غتعطينا جوج. يعني هاد الامر هذا غنبقاو نديروه، يعني انت غير باش تاكد، هو ما كيعنيش ان هاد التعبير صحيح 100%، ولكن كيبين لك انه بعدا احتمال كبير انه صحيح، المهم غير كتاكد به. دونك الى حسبنا دابا اف موان زان ديال 8 جذر 8 زائد 1 يعني جذر 9 هي 3، 3 ناقص 1 هي 2 فعلا. يعني شي مره لو درتي وتاكدتي وعطاك الصوره مختلفه على هذاك الشيء اللي خصك تلقى، كتاكد 100% ان هذا الشيء اللي عندك راه غلط. المهم كتبقى هذه تقنيه حنا نبقاو نستعملوها ان شاء الله في التمارين في الحصص المقبله. غادي نضيف معاكم دابا جوج ديال الامثله بسرعه. دونك المثال رقم 3، نعتبر الداله العدديه المعرفه ما يلي اف دو اكس تساوي كوس اكس، وغنعتبرها معرفه على المجال اي اللي هو المجال 0 بي. دونك السؤال اللي غيكون مطروح هنا هو بين ان الداله اف تقبل داله عكسيه اف موان ز معرفه على مجال جي ينبغي تحديده. طيب نمشيو نبينو انها تقبل داله عكسيه، دونك لدينا اف متصله على اي حسب الخاصيه اللي تعطاتنا، ولان المجال اي ضمن ار، لان الخاصيه قالت لنا بان الدوال المثلثيه متصله على كل مجال ضمن مجموعه تعريفها. طيب الاتصال بيناه، لدينا اف قابله للاشتقاق على المجال اي لانها اصلا قابله للاشتقاق على ار وبالخصوص على اي، ولدينا هذه المشتقة كم تساوي لكل اكس ينتمي للمجال اي، اف بريم دو اكس هي المشتقة ديال كوس اكس اللي هي موان سين اكس. وكنعرفوا حنا على المجال 0 بي ان السينوس اكس كتكون موجبة، الا شفنا في الدائرة المثلثية 0 من هنا بي هنا على هذا المجال 0 بي دائما السينوس كيجينا الاسقاط ديالهم في هذا الجزء من المحور، وبالتالي فالسينوس موجب.
بمعنى السينوس موجب مضروب ناقص، اذا هذا تعبير سالب اصغر من او يساوي صفر. دابا واش هذا كيعطيني الحق انني نقول ان اف تناقصي قطعا؟ طبيعي الحال لا، لان عندنا هاد او يساوي، ولكن بما ان اف بريم تنعدم في نقط منعزلة، يعني هاد اف بريم كتساوي زيرو فوقاش، فقط الى عوضنا اكس بزيرو او عوضنا اكس بي، يعني هاد اف بريم كتساوي لنا ديك الزيرو فقط في نقط منعزلة. اذا ولا فان اف تناقصية قطعا، بما ان تنعدم في نقط منعزلة، اذا هذيك او يساوي هنا لا تؤثر على الامر اللي بغينا نقول، اللي هو انها تناقصية قطعا. وبالتالي اف تقبل دالة عكسية اف موانزا معرفة على المجال جي، بحيث جي هو ماذا؟ هو اف ديال المجال اي، يعني اف ديال المجال زيرو بي. اف دالة تناقصية قطعا، بطبيعة الحال غنقلبو الترتيب، يعني غيكون هنا عبارة عن قطعة، صورة قطعة بدالة متصلة هي قطعة، هنا غادي تكون اف ديال بي هي الاولى، ثم هنا اف ديال زيرو، يعني جي كتساوي ناقص واحد واحد. طيب دابا في هذا المثال ديال اف دو اكس كتساوي كوس اكس، بينا ان اف تقبل دالة عكسية، مزيان، معرفة على المجال جي، لقينا المجال، ولكن ما عمره ما غيكون السؤال هنا هو حدد تعبير اف موان زان دو اكس بدلالة اكس، يعني بدل اون فونكسيون دو اكس، ما يمكنش نديرو هذه القضية. علاش؟ حيت الا درنا اف موان زان دو اكس كتساوي ايكغيك، هذا يكافئ ان اكس كتساوي اف دو ايكغيك، اف دو ايكغيك هي كوس ايكغيك، يعني غتولي عندي كوس ايكغيك كتساوي اكس. ما عنديش شي طريقة اللي غادي نحيد بها الكوسينس ونلقى ايكغيك تساوي شي حاجة، فهم؟ اذا في هذا النوع ديال الاسئله ما عمرهم ما غيقول لك حدد التعبير اف موان زان دو اكس. دونك هادشي بالنسبه للكوسينوس، وكذلك نفس الامر بالنسبه للسينوس. ولكن الى عطينا المثال رقم 4 اللي فيه اف دو اكس تساوي طانجونس اكس، وتعطانا المجال اي هو المجال موان بي سيغ دو بي سيغ دو. دونك نبين ان اف تقبل دالة عكسية معرفة على مجال جي. دونك لدينا اف متصلة على اي، لان هذا المجال اي يكتب على الشكل اللي شفناه في الخاصية، موان بي سيغ دو بلوس كابي بي سيغ دو بلوس كابي، باعتبار كا في هذه الحالة هو زيرو. اذا اف متصل على المجال اي، نقدروا نوضحوا كاع، نقولوا لان اي ضمن مجموعة التعريف ديال طونجونس، ماشي جي، عفوا، بغيت نكتب دي ديال طونجونس. هكذا اف متصلة، بقات لنا دابا الرتابة، لدينا اف قابلة للاشتقاق على اي، و لكل اكس ينتمي الى المجال اي، اف بريم دو اكس، لان يعني المشتقة ديال طونجونت اكس هي واحد زائد طونجونت او كاري ديال اكس، واللي هو تعبير موجب قطعا. اذا اف تزايدية قطعا على اي، وبالتالي اف تقبل دالة عكسية اف موانزا معرفة على المجال جي، بحيث جي هو ماذا؟ هو اف دو اي، يعني اف ديال المجال موان بي سيغ دو بي سيغ دو. بما ان الدالة تزايدية قطعا، اذا نحافظ على الترتيب، يعني غادي نحسبوا الليميت عندما يؤول x الى موان بي سيغ دو، لاحظوا معايا هنا، على اليمين ديال اف دو اكس، يعني ديال طونجونت اكس، والمجال غيبقى مفتوح، وهنا الليميت عندما يؤول x الى بي سيغ دو على اليسار ديال اف دو اكس، ويبقى المجال مفتوح. طيب دابا هاد لي ليميت كم شحال كيساويو؟ طبيعي الحال الا استعنتو مثلا بالدالة المثلثية فالامر غادي يكون واضح بالنسبة لليميت كم تساوي، يعني فاش غيكون عندي مثلا، حنا كنحسبوا الطونجونت في هذا المستقيم هذا، الا خدينا واحد الزاويه اكس مثلا هنا،
طونجونس ديالها غتجينا التقاطع في هذه البلاصه، غتكون هي هذه المسافه هذه من هنا حتى لهنا هذه. ولكن الى اعتبرنا ان اكس يؤول الى بي على جوج من جهه اليسار، يعني اكس غتكون شي قيمه قريبه لهنا، هذا المستقيم هذا اللي طولناه غادي يتقاطع مع هذا المماس فين؟ بجوار بلس لانفيني. اذا كل ما قربت لينا اكس الى بي سيغ دو، طونجونس اكس تتقرب الى بلس لانفيني، يعني هنا في هذه البلاصه هذه غتعطينا بلس لانفيني. نفس الامر الى خدينا اكس يؤول الى موان بي سيغ دو من جهه اليمين، يعني كل ما طولنا هذا المستقيم غيتقاطع مع هذا المستقيم اللي كنحسبوا فيه الطونجونس بجوار موان لانفيني. بمعنى غيجينا المجال الجي هو ماذا؟ موان لانفيني بلس لانفيني. هذا غير درناها هندسيا، اما راه يمكن لينا نحسبوا هاد لا ليميت هذه بكل سهوله، باعتبار ان الطونجونس اكس هي سينوس اكس على كوس اكس. الى عوضنا اكس ب بي سيغ دو، بي على جوج، السينوس ديال بي على جوج غتكون هي واحد، والكوسينوس ديال بي على جوج غتكون زيرو. بما ان اكس يؤول الى بي على جوج من جهه اليمين، فالكوسينوس غيكون موجب، يعني غتكون زيرو بلس، وبالتالي غتعطينا بلس لانفيني. حتى الاخرى في مؤلفين يقدروا نديروا نفس الامر. على كل حال شنو بينا الان؟ بينا ان الداله اللي هي الطونجونس المعرفه على المجال موان بي سيغ دو بي سيغ دو تقبل داله عكسيه اف موان ز معرفه على ماذا؟ معرفه على ار. هذا راه امر مهم جدا في التتمه ديال الدرس، حيت هاد الداله العكسيه حنا اللي قلنا انها موجوده بالنسبه للطونجونس غتكون هي داله لارك طونجونت اللي حنا غادي نشوفوا فيها قواعد مهمه، وغتكون مهمه ان شاء الله من دابا حتى للامتحان الوطني، يعني خصنا نكونوا ضابطين هاد الامور. دونك هادشي اللي عندنا بالنسبه لهاد الخاصيات هادو، الى حصه قادمه ان شاء الله، اعانكم الله.